الحقيقة انه دايما بيقولوا ان ممكن الفن يكون في العيلة او في الجينات، وده حقيقي فعلا، لكن المرة دي قدر الفن ان هو يكون باكتر من وجه لفنانة شابة بكسبها او بكسبتها الحالة الفنية المصرية والسينما والدراما المصرية بشكل عام من خلال اكتر من عمل. ظهرت من خلال اكتر من عمل في ادوار صغيره على مدار السنين اللي فاتت لحد ما خدت ما شاء الله الله اكبر يعني فرصه حقيقيه بالظبط في رمضان السنه دي من خلال كذا عمل. شفناها البنت اللي مش سهله خالص وعامله نفسها كيوت وراها مصايب في كامل العدد، شفناها كمان في الشخصيه القويه في المعلم، شفناها في الشخصيه التاريخيه في الحشاشين، وشفناها في الاوف سيزون طبعا من خلال واحد من انجح من المسلسلات طبعا اللي شفناها فيه مع شيرين رضا ومع صبري فواز مع كل الناس، ميران عبد الوارث الفنانة اللي أنا سعيد جدا لأن أنا شفتها وعارف قصتها من الأول وشفت النجاح بيبدأ منين والاجتهاد بيروح لفين. منورانا بجد والله نوركم، مبسوطة قوي إن أنا معاكم بجد، ثانك يو قوي. إيه الانفجار اللي حصل آخر؟ ما شاء الله لا قوة إلا بالله، لكن يعني في فجأة راو فنية كده، حاسة إن في زي ما تقولي حد عينه جت عليكي وفي وقت صح فقرر ان هو يديكي فرصة التلون بألوان كتير جدا. الحمد لله. اقرب لون من اللي عملتيهم لنا في رمضان اقرب لميران ايه؟ ملك طبعا. اكيد بسيمة دي مش اي علاقة بيا خالص. تماما. وكان تحدي يعني الصراحة it was a risk، يعني انا لما تقدم لي الدور ده حسيت هو مين بيشوفني انا دي؟ انا يعني كان عندي فضول جدا اعرف مين اللي رشحني يا جماعه، مين اللي رشحني بجد. انا دايما بيجيبوني من التجمع. لا عرفت استاذ عمرو الدرديري اللي هو صاحب الرؤيه الفنيه بتاع المسلسل، واتكلمت معاه شخصيا قلت له حضرتك شايف فيها ايه يعني. قال لي انا شايف انك ممثله شاطره وانا نفسي ان انا يعني، قال لي سهل قوي ان احنا نروح نجيب حد شكله شعبي يعمل دور شعبي. قال لي هو التحدي ان احنا نجيب حد مش كده ونشوف هيعرف ينجح في ده ولا لا. ده ذكاء منه الحقيقه بصراحه منه جدا، ان هو حطك في الحته دي وانت ما يعني عمرك ما دخلتيها قبل كده، وحاجة حلوة جدا ليكي ان انت في البدايات تاخدي كذا سكة فما تتزنقيش في حتة البنت الكيوت بنت الناس، يعني ده مهم قوي قوي للممثل نفسه. بس فكرة ان احنا بنصور نفس الحاجات في نفس الوقت دي بقى بتبقى مرهقة. مرهقة جدا جدا وبتحتاج شغل كتير قوي. يعني اللي ساعدني على ده ان انا كان عندي very solid character profile لكل واحد منهم، وان انا عندي اساليب الحمد لله بقى السنين اللي فاتت من الورش وبقى استطلاع بقى على الانترنت وماستر كلاسز وكده، انك تتعلم ازاي يبقى عندك كاركتر مقفول. فمجرد ان انا مشيت من، عشان احنا كان في ايام انا بخلص كامل العدد اروح على المعلم تاني. وانا بجهز بقى حاسه ان انا عندي باي بولر ديس اوردر اللي هو انا ازاي كنت بتكلم كده وكيوت قوي وبعدين فجاه هروح اشهق اللي هو انا عامل كده ازاي؟ التفاصيل مش طبيعي. وانا يعني مش بحب التمثيل السطحي، يعني انا مش عايزه تغوصي في الشخصيه بالظبط. فاللي هو لا ارهاق نفسي اكيد مرعب تلمي يا بابا يعني نفسي